تاع كيسان تاع الحليب ونص، خلطهم مزيان مزيان مزيان. وهنا حتى التالي وديروا معلقه تاع الخماره تاع الحلوه فيه، حتى التالي وديروا معلقه تاع الخماره تاع الحلوه، معلقه صغيره تاع القهوه. غادي تبعوني من بعد ان شاء الله كيف جد نديرو يطيب وتبعوني فيه. فوالا هنا يعني غير شويه شويه، هي معلقه صغيره تاع القهوه ماشي باكيه كومبلي. فوالا معلقه ماشي معمره. ديروا شويه الزيت في المقله ديالكم، نقصولها النار باش ما يتخطفش. دهنوا هاد شوية تاع الزيت باش تجربوها. معجنة فوالا نصبها الماء، نطحنو شوية
ولا ديروا فيها فريز ولا سوريز ولا مشماش ولا مهم بالكونفيتور بالعسل زيت الزيتون مهم بي حاجة بالطريقة اللي بغيتوها نتوما. شوية بحمر من هاد الجهة أي حاجة اللي بغيتوها، بغيتوها بالسكر داك السكر اللي تاع الريجيم وتطويها هكا تجي زوينة وشي تجي واعرة واعرة واعرة. منك دورة زيت لوالو هذه
شويه زعمانا هاني كتجي زينه ليها البقري مسمنه الكيك ديالنا ديال الصغير ديال المويان ديال الكبيرة فوالا هاهوما هاهوما تشوفو معانا سكري هاهو كنحجن ما والو مرحبا بكم علينا كنشكركم على الفضل ديالكم على الدعم ديالكم ديرو لي جيم شكرا بسلامة.